الصوت يض فوق خليه الاول بتاعت السماعة خليها تيم، ما تسمعش حد تاني غير. ماشي الاثنين تيم. لا هو كده كده هيبقى الوقت. بص هنزلك حتة بعيدة ماشي. بس يا انا كده ايه بس عليك. عايز ننزل بس ناخد عربية فارس نروح في أي حتة بعيدة. يا أنا دخلت من كام يوم شفتك وأنت بتلعب، بصراحة تعبان أوي. بص هنزلك على العربية دي ناخدها ونجري. بسرعة بسرعة، تعالى خد العربية، اركب العربية. في اتنين معانا، اركب يا بسرعة. لا الناس دي هحاول اموتها. هحاول ادوس. هات واحد اموت. انا قلته اصلا نزل برضه ياخد العربية ويجري. نروح فين؟ تعالى اوديك حتة بعيد. نص ضرب ايه؟ انا بعيد عن الطيارة خالص، الطيارة نزلت في الاول فانا ببعد خالص. بعيد كده هضمن ان مفيش حد هناك. لا وبعدين اصلا انا في العادي بنزل وسط الضرب عادي، عشان يا حبيبي تلوت براحتك وما يطلعش عليك حد. تلوت براحتك وتجيب اسلحة براحتك. عادي عادي عادي. خلاص بقى لو بقى براحتك انا امان. وانت دخلت اتفرجت عليك من كام يوم، مسك لي اسمه ايه ده، مسك لي مسدس وانت معاك اصلا سلاح تاني. دوس واحد واثنين وثلاثة يا حماد، بس المسدس بيجي برقم ثلاثة. واحد و واحد واثنين هم دول الأسلحة اللي بتاخدها. أنا تسرحش أوي برضه، أو ما تسرحش أوي يعني في الناحية اللي احنا فيها يعني بالظبط. بقولك ما تسرحش قوي.
دوس تاب وتبدل الأسلحة. تاب وتبدل ترتيب الأسلحة. لما شفت ايه؟ عمال العب برشاش اللي هو ام 416، ده افضل حاجة. ده رشاش ام 416. لا ما انت اللي انت بقى تعمله ايه؟ اللي انت ايه؟ تمسك السلاح وبتاع وتدور له على سكوب، السكوبات اللي بتلاقيها، سكوب 6 وسكوب 4 والحاجات دي اللي انت بتقول عليه، اللي بيظهر الاماكن البعيده اللي هو الفي اس اس. وحش الطلقه بتاعته مش حلوه، ما بيخلصش عادي عادي عادي. كان معانا عربية بس. بس احنا لازم نلاقي أسلحة عشان نعرف نواجه. يا ابني ما تقلقش، لسه كده كده الزون هتبدأ من الحرف. احنا لسه في النص أصلا. بلعب على فكرة من غير هاكر يعني. لا ما عشان في الابديت الجديد اللي نزل ده ممكن يقفل لي الاكونت لو يعني في حد بيضرب عنه. غالبا هيطلع بوت، غالبا هيبقى بوت. شفت، تعالى اقتله تعالى تيرو ولا تيرو. عندي تعالى عندي خلاص يا عم، انا اهو عودت خلاص. لقيت اسلحتي يا ابني. دوس تاب وقول لي الاسلحه اللي معاك، ده مكتوب اسامي الاسلحه و اي كي ام. طب انا هحضرك اي كي ام اي كي ام اي كي ام. العب بالاي كي ام ولا لك ما تلعب. العب بالام 16، الام 16 لحد ما تلاقي حاجه احسن. طب تعالى بس العربيه. عمادة دوس تاب دوس تاب دوس تاب. السلاح اللي انت ماسكه بيبقى مكتوب جنبيه اكوبايت اكويب اكويب، فاهمني؟ اكويب ده السلاح اللي انت ماسكه دلوقتي. الافضل ان انت تخلي السلاح اللي انت بتلعب بيه الاساسي رقم واحد اللي هو فوق، بحيث ان انت تدوس واحد يروح نقلك عليه على طول. تسحبه وتحطه مكان التاني. انا هشوف بس في حاجة في البيت ده ولا لا.
ماشي، خلص البيت ده بقى ويلا عشان الزون قربت على منك. بص الزون في الاول دي ما فيهاش مشكله، ما بتموتش يعني، بتقلل بس خفيف. الزون الاخيره دي هي اللي بتموت، بتبقى جامده، بتنقص جامد من الهيلث. انا معيش اسلحه حلوه برضه، ام 16 ده مش حلو. انا معايا سكار، سكار شغال يعني. انا هاخد العربية التانية دي بنزين، بنزين بيخلص. بص اللي هناك ده، الضوء اللي مضروب، الضوء اللي مضروب في الوش ده، شايفه؟ ده واحد ضارب فلير، هينزل له دروب. بص بص، في حاجة نازلة اهي، أنا شفت زي حاجة نازلة فوق. بص انت فوق الشجر ده، أعرف بقى بيتهيألي ولا لأ. تعال ندخل البيت ده نشوف فيه حاجة ولا لا، تعال نروح الزون الجديد. هو غالبا في حاجة، لأن في حد، لأن في عربية راكبة. ولا لا تعالى ناخد العربية التانية. العربية دي مكانها مش طبيعي، لا لا مكانها مش طبيعي، قلت لك عيب عليك. يدب الضغط. المشكلة أنا كنت عايز أخد العربية لأن ما بقاش بنزين. تعال انزل خد العربية دي بسرعة. ربنا يستر بس ما تثبتش على الجسر. العربية دي مكانها مش طبيعي. كده بقى ممكن نتعمل لنا كمين على الجسر، خد بالك، خليك مستعد قدام، بص لقدام. وانا حاسس ان هو هيتعمل لنا كمين اصلا. لا مفيش حد. المشكلة أصلا إن إحنا مش ملوثين كويس. طب انزل هنا بقى البيت ده. تعالى بقى اطلع البيت بسرعة. لا اطلع 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 البيت بس. انا سمعت صوت زي عربية. بسرعة. هو البيت خالص يا عماد. هو البيت خالص. راحت. بص طول ما انا واقف، بص عمال اتحرك يمين وشمال عشان لو حد ضرب عليا بقناصة فاهمني، ما اعرفش يخلص عليا يعني، ممكن طلقة تموتني. بص بص الحتة دي اللي انا علمت لك Enemies عليها. ahead. Enemies ahead. لا دي طيارة، طيارة طيارة. بص هنا ده المكان ده فيه حد Enemies ضارب ahead. دروب، الواميت ده الاصفر ده، حد انا كان نازل له دروب. لا حد ضربه ونزل له دروب خلاص وخده بقاله كتير.